معنا مشاهدينا عبر الهاتف من كوفنتري رامي عبد الرحمن، مؤسس ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. سيد رامي، أهلا وسهلا بك معنا. التفاصيل التي لديكم حول استهداف هذه المستودعات التابعة لحزب الله. نعم، مساء الخير. طبعا بعكس ما ادعى اعلام النظام بانه اسقط الصواريخ، لم يسقط اي من الصواريخ التي استهدفت مستودعات لحزب الله في مطار الضبعة العسكري الذي غير يعني متوقف عن العمل منذ بداية الثورة السورية. طبعا الصواريخ هي 6 صواريخ استهدفت مستودعات الاسلحة التابعة لحزب الله. كان هناك مضادات تابعة للنظام لم تتمكن من اسقاط او حرف اي صواريخ من الصواريخ عن مساره. طبعا ليس لدينا معلومات مؤكده حتى اللحظه حول الخسائر البشريه، ولكن المعلومات المؤكده بان الصواريخ اصابت مستودعات تابعه لحزب الله اللبناني في مطار الضبعه العسكري ومحيط مطار الضبعه الذي يسيطر عليه حزب الله، وهناك تواجد رمزي فقط لقوات النظام كرمز سياده فقط لا غير. طيب، ماذا عن الاماكن التي يتواجد فيها افراد حزب الله داخل سوريا؟ ما هي سيد رامي؟ بشكل أساسي القلمون الشرقي أو القلمون الغربي، كافة المناطق على الحدود السورية اللبنانية يتواجد فيها حزب الله. يتواجد حزب الله في البادية السورية، يتواجد حزب الله في ريف إدلب الشرقي، في ريف حلب الجنوبي، وفي ريف العاصمة. هذه أماكن يعني أكثر أماكن تواجد لحزب الله اللبناني. ولكن المعركة المزمع انطلاقها ما بين الروس وما بين النظام لن يشارك فيها لا حزب الله ولا الإيرانيين بسبب الرفض الروس لمشاركة حزب الله والإيرانيين في هذه المعركة، وأيضا بسبب الخلاف ما بين الإيرانيين وحزب الله من طرف والروس من طرف آخر بعد معركة ريف إدلب الشرقي، ورفض الروس أن تقبل المعركة باتجاه كفريا والفوعة. طيب سيد رامي، حجم تأثير هذه الضربة العسكرية على حزب الله داخل سوريا، ما حجم تأثيرها؟ لا اعتقد المعركه يعني هذه الضربه تؤثر على مخزون الاسلحه التابعه لحزب الله باتجاه لبنان، لان المنطقه هي قريبه جدا من الحدود السوريه اللبنانيه. ولكن القصف الاسرائيلي الذي استهدف الايرانيين وحزب الله في الاونه الاخيره اعتقد بانه اصاب مستودعات الاسلحه بشكل اساسي، حتى لو انكر الامين العام لحزب الله حسن نصر الله عدم مقتل اي مقاتل من الايرانيين او حزب الله في جنوب العاصمه في الهجوم الكبير. كان هناك قتلى بشكل مؤكد، ويوم قبل يومين ايضا كان هناك او يوم امس كان قصف من قبل الطيران يرجح انه للتحالف وقد يكون اسرائيلي في شرق سوريا، قتل ايضا فيه 12 مقاتلا من جنسيات غير سوريه موالين لايران. كون ان الان اصبحت الثكنات التابعه لحزب الله داخل سوريا مستهدفه من قبل الطائرات الاسرائيليه، هل من احتياطات لمستوها بدا حزب الله في تعزيزها مثلا داخل سوريا؟ نعم، في إعادة انتشار في كثير من المناطق، ولكن قلت لك بأن نحن الآن أمام مرحلة مفصلية، قد تطلب روسيا بأي لحظة من حزب الله والإيرانيين مغادرة الأراضي السورية، ولكن ما هو الثمن لا نعلم. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. حدثنا عبر الهاتف من كوفنتري رامي عبد الرحمن، مؤسس ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.